أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. كان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم. الشجاعة هي جود بالنفس، والكرم والسخاء جود بالمال، وهذا أخو هذا ترى. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن ننوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم بدر كان يوم صعب، فكان الصحابة يعني يتخبوا وراء الرسول، يعني يتحاهوا بالرسول، ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو الصف الأول، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس ذلك اليوم قوة. وقال أيضا: كنا إذا احمر البأس، من يحفظ إذا احمر الحدق، يعني حمية عيون الرجال صارت حمر، إذا احمر البأس ولقي القوم اتقوا الرجال، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. صف الأول. قيل: وكان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، إلا أن كل كلام له تشريع، كل كلام يجب العمل به، فكان يقتصد في الكلام حتى يحفظ عنه ويعمل به، وقد أعانه الله على ذلك فجعله رزقه جوامع الكلم. الكلام القليل يحمل المعاني الكثيرة، قليل الكلام قليل الحديث، فإذا أمر الناس بالقتال تشمر، وكان من أشد الناس بأسا. تذكر إخواني قبل معركة أحد شاور الصحابة أن هؤلاء قريش أرادوا أن يغزون في المدينة، نخرج لقتال خارج المدينة ولا نبقى في المدينة ندافع عن المدينة من الداخل؟ الأغلب اختاروا أن يخرج خارج البلد، وكان هؤلاء هم الذين لم يخرجوا إلى معركة بدر، أرادوا أن يخرجوا خارج المدينة كما خرج أهل بدر خارج المدينة، يعني هؤلاء كانوا الأكثرية فاتفقوا. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام شان يلبس عدة الحرب، فقال الناس بعضهم لبعض: استكرهتم رسول الله، يعني أنتوا ألحيتوا عليه بشيء ما بديه، فلو فوضتم له الأمر. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله نفوض الأمر إليه. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. يعني مرحلة التشاور بالأول، الآن لا، مرحلة الحزم، وهذا ما أشار الله تبارك وتعالى إليه بقول: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، لأن التردد هذا يعني ضعف. اتفقنا؟ خلص. وكان من أشد الناس بأسا، وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب لقربه من العدو. وقال عمران بن حسين: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب، أول مقاتلين. وقالوا: كان قوي البطش كمان، يعني ضربت موجعا. ولما غشيه المشركون، هذا في حنين، نزل عن بغلته فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا كلام عظيم منه عليه الصلاة والسلام، إن الشجاعة لها سببان: السبب الأول الإيمان بالآخرة وثواب الجهاد وثواب المجاهد. طيب، هو أعلى الناس شأنا في هذا الموضوع، هو نبي. والسبب الآخر للشجاعة وراثة عن آبائه وعن أجداده، حتى لا يكون الإنسان عار على أقاربه على أهله.
كمان هو من هذا الباس أول الناس، لأنه ابن عبد المطلب من بني هاشم من قريش، سادة من سادة، فهو كرسول أشجع الناس، وهو كرجل بني هاشم يجب أن يكون أشجع الناس، وهكذا كان. فر الناس وبقي عليه الصلاة والسلام ثابتا في حنين حتى رجع إليه الصحابة وكتب الله له النصر. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.